هو لا هو في من زمن النبي محمد يعني بدأت الأمور، والغيرة والحسد من علي بن أبي طالب والاستنكار على محمد، لماذا يقدم علي بن أبي طالب ويقدم حسن الحسين ويفضل أهل بيته ويفضل بنو هاشم بالعموم وأهل بيته اللي هم علي وفاطمة والحسن الحسين على وجه الخصوص. فكانوا يعني كان الكثير محمد يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لاحظ الروايات، لاحظ الحديث، علي مدينة العلم، مع أن هذا حديث صحيح في مقياس علم الحديث ومصطلح علم الحديث وعلم الرجال، الحديث صحيح ومتواتر رغم أنف من ينكره. قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي من بابها، علي مني بمنزلة هارون من موسى، يأخذ هذه الراية، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فلما جاء في اليوم التالي فقال هذا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وخلافه مع خالد بن وليد لما استنكر خالد بن وليد أظن على علي لأنه أخذ نصيبه نصيب يعني من الفيء كأنه أو غنائم، فغضب خالد وراح اشتكى للنبي، فقال يا خالد دع لي عليا، أو أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق بمعنى هذا الكلام. فكانت بداية السنة والشيعة، شيعة علي كانت من في أيام الصحابة. الشيعة مين شو إيش يعني الشيعة؟ يعني أنصار علي بن أبي طالب، يعني جماعة علي بن أبي طالب، واللي هم أعداء علي بن أبي طالب كانت موجودة في زمن النبي محمد، وكان يرى ويسمع ويشاهد ويحس ويشعر بهذا العداء الموجود لعلي بن أبي طالب، وكان يعني يعلم أنه سوف ينقلب عليه. حاول أن يمنع أن يحول دون هذا الانقلاب، وحاول أن يكتب ذلك الكتاب اللي هو ابن عباس الذي رواه ابن عباس وسماها الرزية. لقد كانت كل الرزية كل الرزية لقد كانت الرزية كل الرزية ما حال ما بين رسول الله وذلك الكتاب الذي كان سيكتبه لنا الذي لا نضله بعده أبدا. وكانوا يعني يعتقدوا خاصة السنة خاصة الشيعة أنه أراد محمد أن يوصي، يكتب كتاب وصايا يوصي به لعلي بن أبي طالب أنه هو الخليفة. ولكن أول من اعترض عمر بن الخطاب، ومن مع عمر بن الخطاب أنه ما له أهجر، يعني أنه أصبح يهدي ما له أهجر، ورواية أنه ما له غلبه الوجع، أو غلبه الوجع يعني الوجع أصبح يؤثر على عقله فلا يدري ماذا يقول. نعم. فثم تجلت هذه في انقلابهم عليه وعدم مبايعته إليه، وحتى أصبح آخر خليفة، ثم انتهى بمقتله وحروب الناس، خروجه على علي وأصحاب علي وشيعته كانوا بالكوفة اللي هي الكوفة للعراق الآن، وأعداء علي بن أبي طالب كانوا في جزء منهم في البصرة والجزء الآخر بالبصرة المتمثلة بالخوارج، وفي الشام المتمثلة في جماعة معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص بني أمية عمومهم. فكانوا يلعنوا علي بن أبي طالب ويسبوه ويشتموه إلى أكثر من 100 سنة. فأصبحت هذه يعني الموضوع الشيعة والسنة، أو الشيعة والروافض، أو الشيعة والنواصب منذ ذلك الوقت. نعم.